نبدأ معاكم كالعادة بفقرة الصحافة وقراءة الأهم عناوين الصحف. معانا الكاتبة الصحفية أمال عويضة، صحفية بجريدة الأهرام. صباح الخير. صباح النور يا مان. عاملة إيه؟ الحمد لله تمام. تمام. النهاردة الشوارع كانت هادية مش زحمة، والطريق مناسب وكل حاجة. أهم الأخبار اللي موجودة في الصحف النهاردة، الأهرام الصفحة الأولى: التصالح في قضايا الفساد مرهون برد أملاك الدولة أو قيمتها. الأخبار الصفحة السابعة: تحقيقات واسعة في وفاة سجين ترى. المصري اليوم الصفحة الأولى: تحقيقات قتيل الشيخ زايد معتز مات برصاصة من الأمام. الشروق الصفحة الأولى: المحاكم بلا قضاء وحوار الرصاص يجدد التوتر بين جناحي العدالة. الأهرام الصفحة الأولى: القضاء يؤكدون التزامهم بالإشراف على الانتخابات البرلمانية. والشروق الصفحة الأولى: اليوم مبارك في القفص بدون محاكمة. الأهرام الصفحة الأولى: ضوابط للدعاية الانتخابية تعرض مخالفيها للشطب. والشروق الصفحة الثالثة: المستشار عبد المعز: عدم تصويت المصريين بالخارج لن يبطل الانتخابات. ونبتدي أمان بالأهرام الصفحة الأولى. هو ده مجموعة من التصريحات قالها المستشار عبد العزيز الجندي لشريف جبلة في الأهرام، تتعلق بقضايا الفساد الموجود فيه اللي ليها علاقة بأملاك الدولة. الحقيقة مجموعة من التصريحات بالإضافة إلى مجموعة من التشريعات وتغيير في بعض البنود، لكن أهم حاجة فيها أنه مفيش نقول إيه مفاوضات على ما يخص الدولة، بمعنى أنه لو مستثمر ورجل حكومي شاركوا في الفساد بشكل أدى إلى بيع ممتلكات الدولة بأقل من ثمنها، طبعا بنتكلم عن الفترة السابقة للنظام السابق، مفيش نهاية لهذا إلا بالتنازل أو بتقدير القيمة الفعلية لهذا الفساد وتحويلها إلى مال وتوجيهه إلى خزينة الدولة. أي شيء يعني أعتقد هو الفساد يرد. التصريح في حد ذاته طبيعي. التصريح في حد ذاته مهم، لا لاعتبارات احنا شايفين دلوقتي يا مي، خلينا نقول انه في تراجعات كتيرة، فليس اقل منها انه انت بتشوفي حد مرشح من حد من الحزب الوطني ينزل الانتخابات وكأن شيئا لم يكن. ايضا هناك فساد كثير لم يتم الاعلان عنه ولم يتم نقول ايه ضبطه بشكل كبير. يعني انا لغايه دلوقتي بسمع انه لسه في طريق مصر اسكندريه الصحراوي لسه في كلام عن اراضي تم الاستيلاء عليها ولم تضع عليها الدوله يدها حتى الان. لسه الفساد موجود، لسه الفاسدين مستكينين الى انه الدوله في حاله من الفوضى او عدم النظام او عدم الاستقرار، فمستمره الامور والفساد مستمر. وبتجدي مرشح في الجيزه لسه لغايه دلوقتي انا لسه شايفه صوره الشنطه اللي بيوزعها، شنطه فيها اكل وسكر، يعني الغلابه محتاجين وكل حاجه، بس لسه انت شايفين المرشحين والفسادين بيتعاملوا بنفس الاسلوب. هي تصريحات متفائله، مفيش عزل سياسي مع كل الحاجات اللي اتكلمنا عليها في 7-8 شهور اللي فاتوا. هي يعني التصريحات متفائله، لكن بنرجع تملي للنقطه صفر، انه التصريحات دي كلام وردي ليس ليها مع الاحترام اي قيمه الا اذا تم تطبيقها. شكرا جدا للمستشار الجندي على هذه التصريحات، شكرا على طمأنة الناس، لكن الحقيقه الناس مش مطمنه، محتاجين خطوات اكثر، مش ثوريه والله، بس اكثر عقلانيه اكثر منطقيه. ان انا مش لغايه دلوقتي بتكلم على فساد موجود وشركات بتتباع بالداخل، يعني بفساد رجالها اللي لسه موجودين. لما اتكلم على مؤسسه بدون ذكر أسماء لسه الفاسدين موجودين لغاية دلوقتي وأنا أعرفهم بالاسم في مجالنا في مجال الإعلام، فإحنا بنتكلم دلوقتي على فساد مقنن وموجود وتم نقول إيه تم إدماجه في الحالة الموجودة، ونتكلم نقول إنه فلان دوت فاسد. طب قاعد لغاية دلوقتي إزاي؟ نتكلم على صناديق في الدولة، هتكلم على صندوق تنمية الصادرات، هتكلم على الأهرام كمؤسسة، هتكلم على مؤسسات أنا وإنتي شايفينها برؤى العين إن لم يكن بشغلنا فبعلاقتنا بالمجتمع اللي احنا عايشين فيه، وما زال الفاسدين موجودين وعارفينهم بالاسم. لم يحسم لنا احد الامر ده فاسد فيمشي او مش فاسد فيقعد. عايزين خطوات اكتر يعني تتسم بجديه اكتر واسرع. وعشان كده بقول لك دي ده كلام رائع وعظيم وجميل ان الاهرام واخدها منشط، لانه هيريحني، بس انا هيريحني اكتر ان انا اشوف المسائل دي متظبطه. صحيح. الأخبار صفحة 7: تحقيقات واسعة في وفاة سجين ترى. أعتقد من الأخبار اللي يعني ضايقت كل بيت مصري الأسبوع اللي فات. بصي أنا عملت تنهيدة كبيرة جدا، هو سجين ترى كلام لسه متقال وفي حواديت بتحكى، وده له علاقة بالخبر اللي بعده. بقى عندنا سجين ترى وعندنا قتيل الشيخ زايد وعندنا خالد سعيد وعندنا أسامي، واضح إن القائمة ستطول طالما إنه المسائل لسه لم يتم حسمها.
سجين تورا اذا تحدثنا عنه في البدايه اعتقد انه تم تغطيه الحدث بشكل او باخر لانه في سجال حوالين تشريح السجين عطا عصام عطا. الحقيقه عندك الطب الشرعي بيقول لك اصله في ماده سامه اصله الاهرام النهارده كاتب ماده سامه. الطب الشرعي اللي هو الطب الشرعي نفس التقارير في قضيه خالد سعيد يعني هنفتح الدفاتر القديمه هقول لك بس وان كان الاداره نفسها او راس الاداره تغيرت. الاهرام عندي كاتب لي تناول ماده سامه، في جورنال اخر بيقول لك حصل وجدنا وجدوا كبسوله يشبه محتواها الحشيش. اخوه بيقول لا والله ده بلع شريحه موبايل اللي امه اديتها له عشان يتكلم منها. وزمايله في السجن بيقولوا ان هو تعرض لنوعيه وحشيه من التعذيب. دلوقتي عندنا ثلاث قصص او ثلاث رؤى، حشيش، ماده سامه، شريحه موبايل. في النهايه بيظل شخص مات لاسباب لا نعرفها، ما عندناش ما يؤكد غير كلام بتقوله الطبيبه عايده سيف الدوله من مركز النديم لمناهضة العنف، بتقول كلام بيؤكد رواية الأسرة. الطب الشرعي بيدحض قصة الأسرة، لكن الحقيقة تظل ضائعة بين كل دوت. لكن ما نقدرش ننكر بغض النظر عن عصام إنه هو قتيل أم شخص مات، ما نقدرش ننكر إنه في نوع من أنواع التعذيب بيتم في السجون المصرية. لسه عندنا حالات بنسمع عنها من مقربين أو ناس بيشتغلوا في المجال من الإعلاميين بنسمع عن ده. فهل عصام هو بس القشة التي ستقسم ظهر البعير ولا هتتكرر قصص للعصامات آخرين؟ يعني وفتح باب التحقيق خلاص، فتح باب التحقيق وفي سجال. القضية الأولى يعني قعدنا تقريبا سنتين لحد ما أصدر حكم في قضية خالد سعيد، فيا رب المرة دي التحقيقات تمشي أسرع. أنا مش بحاول إن احنا ندين هنا أي طرف من الأطراف، بس على الأقل تبقى بس عارفة يا مي، يعني مش هكون متفائلة قوي مسألة التحقيقات، لأن أنت في النهاية بتتعاملي مع سجين. أنا معرفش قضيته إيه تحديدا يعني، بس سجين محكوم عليه، غالبا السجين هو مدان قبل ان تثبت براءته. انت عندك قضيه خالد سعيد، هو شخص مدني تعرض للضرب دوت حتى لو كان يحمل هذه المخدرات، فكان عندك قضيه. فكره السجين هتؤكدها شبهات تتعلق بتناول المساجين للمخدرات في السجن، وده كلنا عارفينه. وده بالنسبه لعصام عطله. بالنسبه لمعتز قتيل الشيخ زايد، قتيل الشيخ زايد عندنا برضو روايتين. المساله كلها بتتعلق بالروايات المتعدده. هو مع اصدقائه في عربيه بيدخنوا سياره، اشتبه كما يعني بتوع الشرطه بيقولوا انه اشتبهوا انه السيجاره قد تكون فيها مخدرات. اشتبه الاشتباه ده ما يديلوش الحق ان هو يقف قدام العربيه ويضربه برصاص لدرجه ان الرصاصه تدخل من الامام وتخرج من الخلف، من الصدر وتخرج من ظهره. دي الروايه الاخرى اللي بيرويها الصديقين اللي كانوا معاه مع القتيل، انه هم فوجئوا بدوت. الشرطه بتقول لك لا ده العربيه ما فيهاش لوحات معدنيه، هم بيقول لك لا هم اللي خلعوها. الاهالي لما شافوا الحادثه وانه في قتيل في عربيته واللي حصل ده في وجود شرطه حرقوا عربيه الشرطه، المسائل انه في تصاعد احداث، في ثقه مفقوده بالفعل ما بين الشرطه وما بين الناس، بدليل امين الشرطه اللي ضرب نار لانه واحد وقف قدام عربيته في القصر العيني. انا يعني مش بألوم الشرطه، لكن في ثقه مفقوده دعمتها سلوكيات احنا شاهدناها قبل 25 يناير، وما زالت هذه السلوكيات مستمره بشكل او باخر. زاد عليها عدم شعور جهاز الشرطه نفسه بالامان، فبقى سلوكه اساسا عدواني. بالتالي انت عندك القضيه بتتصاعد لانه مفيش حسم، في ثقه مفقوده، الشارع في حاله من عدم الاستقرار، مسؤوله عنها الشرطه نفسها. الحقيقه دوريات الشرطه انا يعني بدعي ان انا يعني ما عنديش فكره عن وجودها، وان كنت اشعر ان الامان اللي موجود في مصر هو امان اتحقق، لان احنا شعب مسالم الموجود من البلطجية وموجودين من قبل النظام. قصة قتيل الشيخ زايد بتعيد لينا تعيد إلى الأذهان مش عايز أقول صلف أو غرور في التعامل مع المواطن المدني، بس الحقيقة العدوانية في التعامل مع المواطن. حتى لو كانوا هؤلاء الشباب معهم حشيش ومخدرات، هم هنا مش بدافع التجارة، بدافع الشرب، لأنهم الحادث حصل في منطقة الشيخ زايد وإحنا كلنا عارفين هي منطقة غير يعني غير مأهولة تماما بالشكل مثلا زي في وسط البلد. الحقيقة أنا شايفة أنه في عدوانية حقيقية ظهرت في التعامل مع ثلاث شباب موجودين في سيارتهم. كان ممكن في الحالة دي بيتم إبلاغ الدوريات المحيطة، لكن ما توصلش المسألة لإطلاق رصاص بشكل مواجهة ينتج عنه وفاة بني آدم ووجود شاهدين.
ماشي. المحاكم بلا قضاء بمناسبة الرصاص وحوار الرصاص يجدد التوتر بين جناحي العدالة، وأول مرة رصاص في محكمة. برضه تقري المشكله ان انت عندك النهارده الاخبار. والله يا مي انا بقيت مستغربه محزنة. جدا. لا لا، هي مش محزنه، هو حزن، يعني ايه، مضحكه لدرجه البكاء. كل الاخبار النهارده موجوده واحنا بنتكلم دلوقتي هتلاقي فيه وجهتين نظر مختلفين تماما. هنا القضاء المحامين بيقول لك لا والله القضاه هم اللي في اخر الجمعيه العموميه رفعوا ضربوا الرصاص لتفريق المتظاهرين. القضاه بيقولوا لا ده الرصاص اتضرب علينا. المحامين بيقولوا مش احنا. القضاه بيقولوا لا والله اصل ما كانش بس المحامين، ده في كمان اللي هم عايزين يتعينوا في النيابه العامه واهل الشهداء و6 ابريل. يعني بتلاقي في محاوله لكل يعني فصيل بيحاول يرمي الكره في ملعب الاخر. اهم حاجه بتهمني في موضوع القضاء ده الخبر اللي بعد كده يا مي، اللي هو ان القضاه بيؤكدون التزامهم التزامه بالشرفه الانتخابات. طبعا ده خبر يريحني، لانه التصاعد في ازمه القضاه والمحامين مخليني شاكه ان الهدف منه مش بس مساله بين القضاه والمحامين، ليه تأجيل علاقه بالانتخابات الانتخابات. القادمه. يعني عارفه ان هو انا بس عايز بتفهمي اسالك سؤال. القضاه اللي هيشرفوا على الانتخابات البرلمانيه القادمه تم اختيارهم ازاي؟ على لا اساس ايه؟ لا اعتقد المساله بتبقى سيستماتيك قوي، يعني منظمه واوتوماتيكيه وروتينيه، بمعنى انه بيستدعى للاشراف على الانتخابات من تجاوز عدد معين من السنين. اعتقد ان هي ليها توصيفه في وزاره العدل، يعني مش بيتم يعني اختيار، مش هنشوف مش القضاة اللي كانوا موجودين في 2005 وفي 2010 بصي هقول حاجه، مش هيبقى في اعاده يعني لا لا لا. في قضاء خلاص عندنا رصيد سابق معين. خلينا نتكلم بصراحه، ما هو وزاره العدل ووزاره الاعلام مش هيقدروا يلغوا الناس اللي كانوا موجودين قبل 25 يناير. انت عندك شكوك حقيقيه في مي، فما لم يحسمها امر القضاء بانه مي فاسده فتيجي على جنب، مي هتفضل في مكانها. انت مي اللي كنت موجوده قبل 25 يناير، لو ما جاش حد وقال ان والله انا عندي ورق بيقول ان مي عملت كذا وكذا وكذا، مي هتفضل في موقعها موجوده. ده انت بتقري عن نائب وزير الداخليه كان بيطرد المتظاهرين ولسه موجود، لسه لم يتم ركنه على الى يعني في وظيفه غير لا يتعامل فيها مع الجمهور، لسه موجودين، مش هنقدر ننكر وجودهم. وبالتالي القضاء، انا وانت وكل الناس اللي موجودين سامعين عن القضاء المصري بقت تشوبه شوائب، ومش هنتكلم عن تفاصيلها لانه ده امر يحزننا جميعا، لكنه القضاء المصري فيه ده. لكن هل في حد خرج قال والله القاضي سين عمل كذا وكذا وكذا فيتم تنحيته او يتم بيحصل ده بقى في حكايه رد المحكمه، زي ما حصل مع رد مع احمد رفعت في محكمه الرئيس السابق بيحصل. لكن الناس موجوده، انت عندك ناس من الحزب الوطني ينزل انتخابات، عندك صحيح. وزير في صحيح. النظام السابق وبذكر اسماء الوزير المصلح ينازل في الانتخابات، لسه موجودين، لسه ما حسمناش المسألة. ودي المسألة الأسامي اللي تم الإعلان عنها كمان، يعني في أشخاص كتير جدا مفاجأ بيهم ما خافية في كان الانتخابات.